السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن زيادة انتاج البيض بمعلقة واحدة من هذا النبات، واحد من أقوى النباتات والإضافات اللي ممكن تحط منها معلقة واحدة بس، معلقة واحدة بس للطيور بتاعتك، وتفرج بقى ايه على صفار البيض الزاهي وحجم البيض الكبير والبيض الكتير. تستخدمها مرة واحدة بس في الأسبوع، غير مكلفة بالمرة، لكن في المقابل هتدي لك انتاج من البيض أكبر بكتير جدا من تكلفتها. تكلفتها بسيطة بس الانتاج اللي انت هتاخده لما تستخدمها مش بسيط بالمرة. كلنا عارفين دلوقتي ان البيض غالي واسعاره غالية جدا، وكونك اصلا بتوفر كمية من البيض يوميا لاستخدامك الشخصي بس، حتى لو انت مش فاتح مشروع، فانت هنا كسبان مكسب كبير جدا جدا جدا. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. كلنا عارفين طبعا أهمية البقوليات في حياتنا. البقوليات احنا كبني أدمين بنهتم بيها اهتمام كبير جدا، لأنها مصدر غني جدا بالبروتين، صح؟ لكن مش كل البقوليات ينفع تقدمها للطائر بتاعك. أنا عارف إن ممكن تكون دماغك راحت للفول، تمام؟ ممكن تكون دماغك راحت للعدس، لكن أنا مش جاي أكلمك عن فول أو عن عدس أو عن فاصوليا أو عن أي حاجة من الحاجات دي. أنا جاي أكلمك عن منتج رخيص جدا من البقوليات، تمام، متواجد في الأسواق وبكميات لا بأس بها، وتأثيره كبير جدا على إنتاجية البيض. حضرتك هتشوف بنفسك التأثير. أنا مش هقولك قبل ما تشوف، أنا بس بنصحك وبقولك انك هتشوف تأثير كبير على الطيور بتاعتك عن طريق استخدام هذه الإضافة، بس انا مستنيك انت تجرب بنفسك علشان تشوف بنفسك، تمام؟ اولا نسبة البروتين اللي في الإضافة دي عالية جدا جدا جدا، والبروتين نفسه، نوع البروتين نفسه اللي في الإضافة دي مختلف عن البروتين اللي متواجد في الحيوانات او البروتين بشكل عام. يعني ممكن حضرتك تقدم ديدان، تروح تقدم ديدان للطيور بتاعتك، هتاخد بروتين، هتاخد بروتين بس مش بروتين نباتي، مش بروتين فيه القيمة الغذائية المتواجدة في الإضافة دي. واحد هيقول لي طيب ما البروتين النباتي ده متواجد فيه أكلات كتير تانية زي العلف مثلا، واحنا كده كده بنقدم علف للطيور. أحب أقولك إن الإضافة دي مش بس فيها بروتين. هنا بقى التركاية، الإضافة دي رغم إن هي واحدة من البقوليات، أصلا النبات ده واحد من البقوليات، إلا إنه الفايدة اللي فيه مش مجرد إن فيه بروتين، لأ، ده فيه فوائد تانية وعناصر غذائية تانية متواجدة في هذا النبات مش هتلاقيها في أي نبات تاني أو في أي إضافة تانية فيها بروتين أو فيها أي حاجة تانية من الحاجات اللي موجودة في النبات ده. فكلامنا النهاردة عن الحمص. طبعا الحمص أنواع، أنا أقصد تحديدا الحمص بتاع الكشري، الحمص بتاع الكشري. لك أن تتخيل أن فوائد كثيرة جدا هتاخدها والطائر بتاعك هيستفيد بيها لما تقدم للطيور بتاعتك الحمص بتاع الكشري. إيه الفوائد دي؟ أول فايدة وأهم فايدة على الإطلاق هي صفار البيض الناصع. صفار البيض الناصع، وكلمة ناصع دي معناها إيه؟ معناها أن جودة الصفار أعلى وطعم الصفار أحلى بكتير جدا 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 من أي صفار ممكن تاخده من الطيور بتاعتك. صفار فعلا مختلف وناصع ومفيد بالنسبة لك، يعني أنت لما هتاكله هتحس أن أنت بتستفيد بالصفار ده. خد بالك برضو ده ممكن يخليك برضو توفر العلف شوية، لأن البروتين بتاع العلف مش زي البروتين بتاع النباتات، وده نبات حلو، فأنت ممكن توفر في كمية العلف، تمام، لان انت هنا بتدي بروتين للطائر عن طريق هذا النبات، حلو، بس مش هتوفر كتير. يعني اليوم اللي انت بتقدم فيه النبات ده انت بتقلل شوية في العلف، بتقلل شوية صغيرين في العلف، لكن بشكل عام انت هتاخد فايدة كبيرة جدا على أصعدة مختلفة تانية، لان النبات ده برضو فيه الياف،
في الياف، وانت عارف كويس قوي اهميه الالياف بالنسبه للطائر بتاعك، اهميه الالياف في الهضم، اهميه الالياف في الانتاج، اهميه الالياف في الامتصاص، امتصاص الطعام، اهميه الالياف في مستويات كتيره ومختلفه من الاستخدام، لانه مستويات الاستخدام واغراض الاستخدام بتختلف من مربي للتاني. يعني في اللي عايز يربي عشان ياخد بيض، وفي اللي عايز يربي عشان ياخد لحم، وفي اللي بيربي هوايه ومش فارق معاه، تمام؟ اللي عايز بيض او اللي عايز لحم هيستفيد استفاده كبيره من استخدام النبات بتاع النهارده، لانه بيفيد على جميع الاصعده. لكن خد بالك من حاجه مهمه جدا، انه طريقه تقديم النبات ده هي اللي هتدي لك الفايده. طريقه التقديم لو مش صح، انت ممكن ما تاخدش اي فايده من النبات ده، وكانك ما قدمتوش خالص، كانك يعني صرفت فلوس على الفاضي، كانك المعلقه اللي انت اديتها للطائر دي مش هيستفيد بيها. هي طبعا مش مكلفه، معلقه من النبات ده غير مكلفه بالمره، بالعكس ده انت يعني هتلاقي نفسك ايه يعني تعتبر ما صرفتش فلوس. لكن الفكره ان انت حتى لو الفلوس دي قليله اللي انت صرفتها، تاخد بيها فايده وتؤثر بيها على صحة الطيور بتاعتك، تؤثر بيها على صحة الطيور بتاعتك بشكل إيجابي، وتؤثر على إنتاجهم بشكل إيجابي برضو، لأنه الهدف الأساسي من تقديم النبات ده النهاردة اللي احنا جايين نتكلم عنه هو إيه؟ هو إن أنت تاخد إنتاج من البيض أعلى بكتير جدا من اللي أنت متعود عليه، خصوصا في الفترة القادمة اللي فيها نقص إنتاج بيض. الفترة القادمة دي فيها نقص إنتاج بيض بسبب إيه؟ بسبب انخفاض درجات الحرارة، وبسبب غياب الشمس بدري. كل ده بيقلل معدلات الإنتاج في القطيع بتاعك. فعلشان حضرتك تزود معدلات الإنتاج، لازم تقدم النبات ده بالطريقة اللي هقولها لك. هي معلقة واحدة من هذا النبات أسبوعيا. بتتقدم إزاي؟ بمنتهى البساطة، إحنا بنجيب معلقة كبيرة مطحونة، معلقة كبيرة مطحونة، ونحطها على سقاية 3 لتر. ما نقدمش السقاية، لا، هنغطي وننقع المعلقة الكبيرة المطحونة دي 6 ساعات في المية. ننقعها 6 ساعات في المية، بس لازم تكون مطحونة، لأن لو أنت نقعت الحمص ده، تمام، حمص الكشري، لو نقعته وهو صحيح مش هيدي الفايدة بتاعته في المية، لازم يكون مطحون ناعم جدا. حلو، اتفرج بقى على البيض وصفار البيض وحجم البيض وانتاج البيض، وهتقدم الموضوع ده مره بس في الاسبوع. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.